السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإليكم قصة الفتاة الفقيرة في المدرسة. حدثت في هذا الزمن أن طالبة في الابتدائية تدعى مرام كانت تذهب للمدرسة بانتظام دون كلل أو ملل أو استسلام. كانت هذه الطالبة تذهب إلى المدرسة كل يوم ولا تتغيب، حتى وإن كانت مريضة فهي تقاوم مرضها وتذهب لتجتهد في دروسها وواجباتها. كانت هذه الطالبة مكافحة لأبعد الحدود، وكانت لا تقف مع زميلاتها في الفصل حتى لا تضطر للرد على أسئلتهم المزعجة عن وضعها وعائلتها. كانت أيضا الطالبات المدرسة يلبسن الزي المدرسي الموحد، وكانت هي غير الطالبات لكنها ممتازة. مرام كانت حالتها متقدمة، وكانت أيضا لا ترتدي الزي المدرسي مثل باقي زميلاتها، وفي وقت الفسحة المدرسية تحاول أن تختفي تماما عن زميلاتها، وكنا يحاولن معرفة المزيد عنها حتى يستهزئن بها، إلا أنهم لا يجدون لها أثر في وقت الفسحة المدرسية. وفي يوم من الأيام لاحظتها عاملة تنظيف، يعني راقبتها عاملة التنظيف بالمدرسة، تدخل إلى المدرسة والحقيبة غير ممتلئة، وتخرج والحقيبة ممتلئة. هنا تكرر الموقف أمام هذه العاملة كثيرا مما شد انتباه العاملة، فقررت مراقبتها كل يوم لعلها تفهم قصة مرام. ليش الحقيبة يعني تذهب بها، تأتي بها فاضية وتعود بها مليانة؟ جلست تراقبها لمدة أسبوع وتشاهد نفس المشهد يوميا، مرام تأتي بالحقيبة فارغة وتعود بها مملوءة. إذا أخبرت العاملة إدارة المدرسة بما تشاهده يوميا على الطالبة مرام. تذهب المديرة وقررت رؤية الطالبة في الصباح عند دخولها للمدرسة حتى ترى ما يعيد حجم من بعيد حتى ترى من بعيد حجم الحقيبة المدرسية وتقارنها بحجمها عند انتهاء وقت المدرسة. وطلبت المديرة من الإدارة استدعاء الطالبة مرام بعد نهاية الدوام الرسمي حتى يعرفوا الحقيبة الممتلئة وينظرون إليها وما بداخلها. أتت الطالبة والحقيبة الممتلئة كالعادة، فطلبت منها المديرة أن تفتح الحقيبة لترى ما بها. ففتحت الطالبة الحقيبة وهي في خجل من نفسها والدموع في عينيها. فماذا في الحقيبة؟ فتاة الخبز، يعني وجدوا فيها فتاة الخبز والسندويشتات التي تبقى في تأخذه في خلسة حتى تطعم أخواتها الصغار. يا إلهي، تجمع هذا وبقايا الطعام من أجل أن تطعم أخواتها وإخوانها الصغار وأمها المريضة وعائلتها. وعائلة مرام تتكون من أمها الفقيرة المريضة وأخواتها الصغار الجياع. طول الوقت علمت الطالبات أن مرام موقوفة في إدارة المدرسة، فقرروا انتظارها حتى يضحكون عليها. ولكن خرجت المديرة، مديرة المدرسة، وهي مبتسمة وسعيدة، واصطحبت معها مرام إلى البيت في طريق عودتها. وفي اليوم التالي خرجت المديرة وجمعت طالبات المدرسة جميعا وقالت لهم: أننا ينبغي علينا أن ننتبه يا طالباتنا العزيزات، أن هناك في المجتمع جيران لنا وأقارب لنا، فهناك من يحتاجنا ونحن لا نعلم، وهناك من لا يستطيع البوح بأسراره بيته ونقدر له هذا، لكن نحن علينا الاجتهاد حتى نجد هؤلاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا أعجبتكم القصة لا تنسونا من الاشتراك وتفعيل الجرس، والله يحفظكم، محبكم أبو